وينضم أيضا إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رأف. يعني بعد التحية، بالتأكيد هناك العديد من الرسائل ما بين سطور هذه الزيارة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي. كيف تقرأ أبعاد هذه الزيارة، وأيضا كيف تنظر الدول المحيطة سواء كانت الإفريقية أو الإقليمية لأبعاد هذه الزيارة؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. بالتاكيد نحن نتحدث عن علاقات مصريه اريتريه مميزه للغايه ولها ابعاد تاريخيه، وايضا لديها روابط سواء على الصعيد الجغرافي، هنا نتحدث عن القاره الافريقيه، او حتى البعد الجغرافي الاخر المتعلق باننا ايضا دول متشاطئه على البحر الاحمر. وايضا استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للرئيس الاريتري بيؤكد ان مصر دائما مهتمه بان تكون افريقيا حاضره على اجندتها الدوليه، حتى في ظل اهتمام مصر بالكثير من القضايا الاقليميه الاخرى، الا ان ايضا قضايا القاره الافريقيه والقرن الافريقي وايضا البحر الاحمر ايضا هامه جدا للدوله المصريه. مصر تنظر لكل نقاط امتدادها الجغرافي المتعلقه طبعا بالامن القومي باهتمام شديد للغايه، وبالتالي تعمل على كافه المحاور بالتوازي، وهذا ما يجعل القاهره في الحقيقه قبله لكافه القاده والزعماء سواء الافارقه او العرب او حتى على الصعيد الاوروبي ومختلف قادة دول العالم. وبالتالي أنا أعتقد أن التنسيق المشترك ما بين مصر وإريتريا طوال الوقت والعلاقات الرائعة والمتميزة بين الدولتين بتجعل هناك طوال الوقت قنوات تشاور واتصال مستمر، وفي ظل طبعا وجود قضايا مهمة للغاية. نحن نتحدث الآن عن يعني استقرار البحر الأحمر، نتحدث أيضا عن بعض الامور الحادثه في القرن الافريقي، ايضا الصومال الشقيق يواجه بعض يعني المشاكل من قبل الجانب الاثيوبي، اذا هناك الكثير من يعني الامور في هذه المنطقه، وبالتالي القاهره لديها رؤيه ولديها ايضا تنسيق مع كافه الاشقاء حتى يكون هناك استقرارا وامانا في هذه المنطقه، بما يدعم ايضا الامن القومي الاقليمي، لان الدوله المصريه في الحقيقه بتؤمن ايمان راسخ ان الامن القومي الاقليمي ينعكس ايجابيا على الامن القومي الداخلي المصري، وبالتالي تعمل طوال الوقت على احلال السلام والاستقرار في المنطقه سواء على الصعيد العربي او على الصعيد الافريقي. وبالتالي اعتقد ان القمه النهارده في القاهره فرصه كبيره ومهمه للغايه للتباحث بشان الكثير من القضايا سواء على صعيد النطاق الافريقي، وهنا كما تحدثنا على نطاق القرن الافريقي، او حتى على صعيد نطاق شمال افريقيا او يعني ما يتعلق به تحديدا السودان وايضا دعم استقرار السودان. اذا الكثير والكثير من القضايا، وبالتاكيد مصر واريتريا دول مؤثره وصناعه قرار في المحيط الافريقي، وبالتالي التشاور الان مهم للغايه. نعم، يعني كنت أحدثك أيضا عن كيف تنظر الدول المحيطة سواء كانت العربية أو الإفريقية إلى أبعاد هذه الزيارة، وما المتوقع من نتائج هذه القمة؟ يمكن بالتاكيد اي قمه تحدث في القاهره الجميع يترقبها والجميع ينظر لها بعين الاعتبار، خاصه حينما يعني تكون هذه القمه الان يعني تتماس مع الكثير من القضايا الافريقيه ذات الاولويه في هذه المرحله. وبالتالي اعتقد طبعا الجانب الافريقي بالتحديد وخاصه هنا دول القرن الافريقي تترقب هذه الزياره وتتابع هذه الزياره وتترقب ما سوف يخرج من هذه الزياره من مفردات، خاصه ان هذه الزياره ايضا تاتي بعد يعني ايام او اسابيع قليله من زياره الرئيس الصومالي الى القاهره، وبالتالي رسائل مهمه من القاهره تبعثها هذه الزياره الى يعني المحيط الاقليمي ان القاهره فاعله ومؤثره ومهتمه بقضايا دعم الاستقرار في المنطقه وتقف بجانب الاشقاء. وكما راينا في زياره الرئيس الصومالي الى القاهره كانت هناك رسائل واضحه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمه للصومال ولامن الصومال ولاستقراره، وبالتالي انا اعتقد ان هذه الزياره امتداد لهذه الرسائل وتواصل ارسال هذه الرسائل المؤكده ان الدوله المصريه داعمه لاستقرار النطاق الخاص بالقرن الافريقي وخاصه فيما يتعلق بالنطاق الخاص بدول البحر الاحمر، لان الاستقرار في البحر الاحمر اولويه
توليها الدولة المصرية يعني اهتمام بالغ، وبالتالي يعني القاهرة طوال الوقت تحاول أن تعمل على كافة المحاور بالتوازي كما أوضحنا. وهذه الرسالة بالتأكيد أو هذه الزيارة بالتأكيد يترقبها يعني الجانب الأفريقي بشكل خاص، وخاصة الدول المتشتتة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لأن هناك فيها تأكيد مهم جدا أن القاهرة سوف تظل تعمل على ترسيخ السلام والاستقرار. مصر الآن أيضا بالمناسبة عضو في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وبالتالي بتلعب دور مهم جدا سواء على الصعيد عملها بشكل منفرد كدور إقليمي مهم للغاية، أو على صعيد طبعا عملها الآن داخل هذه المنظمة الأفريقية الأهم فيما يتعلق بترسيخ السلام والاستقرار في القارة الأفريقية. وبالتالي دور القاهرة لا غنى عنه، بل هو الدور المحوري والأساسي بترسيخ السلام والاستقرار. وفي الحقيقة أن مواقف القاهرة المتزنة والمنطقية أيضا، والتي تحاول طوال الوقت تهدئة الصراعات والنزاعات في القارة الأفريقية، وتحاول أيضا بناء القدرات ورعاية كل مسارات السلام والتسويات السياسية، هي محل ثقة من الجميع، وهي الرؤية التي في الآخر في الحقيقة تثبت أنها الرؤية الصحيحة والأحق بالدعم. وبالتالي بالتأكيد نحن نتحدث عن زيارة مهمة، وكما قلنا هي امتداد أيضا لما أرسلته القاهرة من رسائل خلال الأيام الماضية، خاصة أثناء زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة. دائما يا أستاذ جمال بنتحدث أن مصر هي عمود الخيمة في المنطقة العربية وأيضا إفريقيا، كيف قرأت دور الدبلوماسية المصرية في ظل التطورات المتلاحقة في منطقة القرن الإفريقي وأيضا في إفريقيا، ويأتي بالطبع في مقدمتها السودان وما يحدث ما بين الصومال وإثيوبيا بعد القرار الغير معترف به والغير شرعي من قبل الصومال، أرض الصومال لاند؟ كيف تقرأ دور مصر ودور الدبلوماسية المصرية بالتحديد في تأمين منطقة القرن الإفريقي، تأمين المجرى الملاحي للبحر الأحمر، وأيضا في إحداث السلام والاستقرار في المنطقة إفريقيا وعربيا؟ بداية فيما يتعلق بالصومال، أولا يعني من الجيد أن نجد الآن توافق طبعا ما بين القاهرة وأسمارة فيما يتعلق ب يعني دعم استقرار الصومال. مصر وأريتريا في الحقيقة لديهم توافق تام فيما يتعلق بدعم استقرار وسلام وعدم المساس بالسيادة الصومالية، وهذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يتعلق بعمل الدبلوماسية المصرية، سواء بقى على صعيد الدبلوماسية الرئاسية أو حتى دوائر الدبلوماسية المختلفة، هنا أتحدث طبعا عن وزارة الخارجية المصرية، فهناك اهتمام بالغ منذ عام 2014 ب يعني وضع الدائرة العربية والدائرة الأفريقية كدوائر اهتمام أولى لعمل السياسة الخارجية المصرية، وده في الحقيقة انعكس إيجابيا على دور مصر الرائد والإيجابي في المحيط العربي والمحيط الإفريقي. وبدأت مصر حتى في إيجاد رؤى يعني إيجابية فيما يتعلق بترسيخ السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، لم تعتمد فقط على فكرة الحلول التقليدية أو دعم المسارات السياسية فقط، ولكن أيضا مصر ذهبت لدعم الحلول التنموية كأحد الحلول الداعمة للاستقرار. ومن أجل هذا وجدنا مثلا إنشاء مصر لوكالة الشراكة من أجل التنمية، وجدنا مصر حاضرة بأدواتها التنموية لدعم الاستقرار في مختلف الدول الأفريقية. فكرة بناء القدرات في الدول الأفريقية كلها محاور عمل وجدت بعد عام 2014 من خلال الدبلوماسية المصرية لدعم الاستقرار ودعم أيضا مسارات السلام و التسويات السياسية في القارة الأفريقية. أيضا مصر كانت موجودة وما زالت حاضرة بحلولها السياسية في مختلف القضايا الأفريقية والعربية. إذا تحدثنا هنا نتحدث عن السودان، مصر داعم أساسي لمسارات السلام والتهدئة في السودان. نفس الأمر أيضا حينما يعني حدثت أمور في جنوب السودان، أيضا مصر كانت حاضرة في جنوب السودان لدعم السلام والاستقرار ويعني دعم مسارات التهدئة وإيجاد مسارات للتسويات السياسية، ونجحت مصر في دعم هذه الجهود في الحقيقة. أيضا حتى على الصعيد الليبي، على الصعيد الخاص أيضا حتى بدول غرب أفريقيا، الدولة المصرية دائما تحاول أن تدعم مسارات السلام والتسويات السياسية، وتدعم أيضا التنمية كأحد مفردات دعم الاستقرار. وهذا ما تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، ان التنميه ايضا احد الادوات المهمه في دعم استقرار الدول الافريقيه. وبالتالي بنجد مصر حتى تدافع عن حق الشعب الافريقي في التنميه وفي الاستثمارات وفي حتى مختلف
الامور امام المحافل الدوليه، وبالتالي دور المصري في الحقيقه دور عظيم للغايه وكبير للغايه، ويعني يمتد على كافه الاصعده وعلى كافه المناحي. بخصوص حديثك استاذ جمال عن التنميه وهي احدى الادوات الرئيسيه ايضا في الدبلوماسيه المصريه، كيف تقرا التبادل التجاري بين مصر واريتريا والذي وصل الى حوالي 119 مليون دولار في عام 2018، وايضا يعني التبادل في مجال الزراعه والصناعه وايضا الخبره المصريه في مجال الربط الكهربائي وغير ذلك من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية التي تحظى باهتمام مصري في إريتريا؟ يعني أنا أعتقد أن التعاون الاقتصادي ما بين مصر وإريتريا ما زال أمامه الكثير والكثير من الفرص، حتى في ظل وجود الآن تعاون جيد، ولكن هناك طموحات لتعزيز هذا التعاون و يعني ان نجد تعاون اكثر قوه ما بين الدولتين، خصوصا يجب ان نستغل العلاقات السياسيه والدبلوماسيه المتميزه ما بين الدولتين. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي هناك مجالات تعاون قائمه، سواء على الصعيد الزراعي، على الصعيد اللوجستي، على الصعيد ايضا ما يتعلق ببناء القدرات في مجالات التنميه والبنيه التحتيه، ودي مجالات في الحقيقه الدوله المصريه الان اصبحت متميزه فيها مع كافه الاشقاء الافارقه. يعني هناك الان نماذج تنمويه رائده في القاره الافريقيه بالشراكه مع الدولة المصرية، زي مثلا سد جوليس نيريري في تنزانيا، زي مشروعات الري الحديثة الآن في جنوب السودان، كلها مشروعات كبيرة وعظيمة الآن مصر أصبحت يعني لها بصمات مؤثرة فيما يتعلق بإحداث التنمية. وبالتالي أنا أعتقد أن سواء على صعيد التبادل التجاري هناك فرصة كبيرة جدا لزيادة هذه المعدلات والارتقاء بها لحجم العلاقات التاريخية والسياسية الكبيرة جدا ما بين الدولتين، أيضا طبعا على الصعيد ما يتعلق ببناء القدرات اللوجستية، خصوصا ان طبعا اريتريا دولة مهمة جدا على البحر الاحمر، وبالتالي امامها فرص ايضا لتكون محطة تجارية مهمة. وهنا نتحدث عن الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال، ومصر في الحقيقة لديها الان بنية لوجستية في غاية الاهمية، وايضا يعني يمكن ان تمد اريتريا بالكثير من الخبرات في هذا الامر. طبعا الكهرباء، وهنا نتحدث عن امال وطموحات مصرية لبناء قدرات فيما يتعلق بالربط الكهربائي الافريقي، و هذه نعم. المشروعات القارية تعمل عليها الدولة المصرية بكل جهد وبكل يعني جدية، واعتقد ان المستقبل الاقتصادي ما بين مصر واريتريا يشهد او سوف يشهد خلال الفترة القادمة المزيد والمزيد من التنمية. نعم الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.